أهلا بكم، حل الضياء بحلكم، والمسك عطر أرضنا والعنبر. حفلنا الكريم يقدم مجموعة متميزة من طلاب هذه المدرسة الفريدة لوحة إنشادية تجسد أهمية العمل التطوعي في مجتمعنا الإسلامي خاصة والمجتمعات الأخرى عامة. كيف لا، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: خير الناس أنفعهم للناس. تتحفظ الأحلام إذا اجتمعت ولها، والأميات لزائدة تسعى، تحلو الحياة بنا ويثر غرفنا، بالحب نعطي للعقائم ذا فرص العطايا كثيرة أقواها، والخير مولود له عشاق لن يثقل الأعداء، إلا قابس متبسم متفاجئ الأخلاق، نحن التطوع والتطوع ضربنا، بالخير تمنى له الأشواق، نحن الذين تكاتفوا وتعاونوا وبعزمهم على تطوعي أمواه يفتحها، لو رجاء أمه يسجد
مسيرة ويستمر معها سوء الخير، فالحياة بلا تفوق كهبة مالية منزوعة